ليلة 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 من ليالي العمر كله بألف ليلة ليلة واحدة تسوى عندي تسوى عندك ألف ليلة تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة ايه رايك لو نبدا بالبدايه وتقول اتعرفت ازاي على زوجتك؟ هي ليها حكايه يعني اعتقد انها لذيذه لانه يعني هو بان من كلامي ان انا ما كنتش يعني حاطط في حكايه يعني مساله الزواج دي في دماغي. وانا بصور سنبل بعد مليون اللي هو يمكن اول مسلسل اتذاع في التلفزيون، فكنا قاعدين في نويبع ومقيمين في نويبع، وكان بدايه بقى ايه سينا بقى بتاعتنا ونويبع وكده وبتاع، وفرحانين بالحكايه وكانت المجموعه حلوه قوي وبتاع. بس كان في لحظات جميله جدا الواحد بيفرد مع نفسه من خلال الصحراء بتاعت سينا والبحر والحركات دي يعني. فقلت انا ايه في ايه حاجه يعني في حاجه ناقصاني في حياتي يعني ملخبطاني كده مش مخلياني مظبوط. فاكتشفت ان الحكايه اللي ناقصاني دي ان انا اتجوز كويس. فنزلت من نويبع واخد قرار الجواز. طب هتجوز مين؟ فقعدت افكر يعني طبعا يعني انا كنت وقتها عندي بتاع يعني 33 سنه وشويه يعني يعني اسحف نحو ال 34. فطب اتجوز مين يعني؟ فايه قعدت استرجع طبعا كلنا يعني كان حصل علاقات وحياتنا من خلال الدراسه من خلال الجيران من خلال الحركات الحاجات دي. وبعدين فلقيت ايه بقى مش لا يعني ما فيش ايه الطباع الحركه بتاع. فالمهم قعدت قلت انا اتجوز بالطريقه التقليديه كويس. وكلمت مراتات اخواتي واختي الوحيده وكده وبتاع ايه انا قررت اشوفوا لي عروس. وقعدت مع نفسي بقى حضرتك ورحت كاتب لستة بمواصفات العروسة اللي أنا نفسي أتجوز بما إنه اختياري مش إجباري. طب ما أنا أنقي بقى. فرحت كاتب المواصفات يعني مثلا إيه الطول فرق السن الطباع لون البشرة كل الحاجات دي رحت كاتبها في ورقة كبيرة كده في ورقة فلوسكاب يعني حلوة كده كتير مواصفات كتير. وبدأت فعلا إيه يعني أشوف توزع الورقة بقى أشوف عروسات وكده. واخد بالك في كل عروسه بشوفها طبعا ايه ارجع البيت اطلع المواصفات اراجع المواصفات وبتاع وما يحصلش نصيب. لغايه في يوم من الايام كده ليا صديق اسمه ممدوح كان بقالي كتير ما شفتوش فقابلته بالصدفه وكان معاه بنت يعني. فقلت له يا عم مين يعني؟ قال لي دي بنت اختي. قلت له بنت اختك اه واخد بالك وخلاص. بس ايه انا لحظه ما شفتها في حاجه حصلت في حاجه بتاعت ربنا سبحان الله حاجه غريبه جدا. ما هو الجواز ده يعني اسمه نصيب بجد بقى. فبعديها بيومين كده انا تفننت ان انا اتصل بيه وبتاع قلت له تخيل انا بفكر يا اخي ان اتجوز وبدور يعني على بنت الحلال وبتاع وكده ويعني لو تعرف لي حد يعني قال لي انت اي حد يعني اتشرف بيك وبتاع. قلت له احنا اصحاب وعارفين عيوب بعض وبتاع انت ممكن تقلق اصل بالنسبه بنت اختك يعني ايه اخبارها يعني وكده. وحصل بدأنا نلتقي وبتاع وما تفهميش حضرتك الجواز تم بسرعة غير طبيعية. احنا التقينا بسرعة واتفقنا بسرعة وكتبنا ودخلنا يمكن الحكاية كلها كانت في شهر ونص شهرين يعني طبعا. وعملت شقة وفرقة وبتاع وبعدين قعدت كده فجأة لقيت الورقة كده محطوطة في حتة فطلعت الورقة شوف ربنا سبحانه وتعالى المواصفات كلها مش موجوده لسه ضابط منها اه والله يعني الطول مراتي اطول مني ربنا يديها الصحه يعني لون البشره لون البشره غير اللي انا مثلا رسمه في دماغي مش عارف. طب ما نعرفه نعرفه ايه المواصفات حتى انت عايز ايه يعني انا بقى بس بعدين تزعل مني لا لا ما خلاص خلاص حصل وخلاص يعني كنت مثلا ايه نفسي واحده بيضة قوي مراتي يعني قمحاويه يعني اللون المصري كويس. المعروف يعني
الطباع مثلا، انا كنت عايز واحده ليها طباع معينه، طباع مراته. المهم ان انا كل ده شفته، يعني مش ما شفتوش، لا ده انا اول ما اتعرفت عليها وبدانا نلتقي اللي هي فتره التعارف الاولى دي، كل الحاجات دي كنت انا شايف. انما سبحان الله هو من اول مره انا حسيت ان هي دي، من اول قعده قلت دي هتبقى مراتي حبيبي شغلي.